بالأمس منتخب جنوب إفريقيا وأندورا تعادل في ملعب 19 ماي بعنبة بواحد مقابل واحد. اليوم هي المباراة الثانية، هي الموعد قلت الذي يتجدد مع الجماهير الجزائرية. البوسني بلا شك جاء بفكر تكتيكي آخر وبمنظومة لعب مختلفة عن السابق خلال المرحلة السابقة التي نتحدث طبعا هنا عن المدرب الذي غادر الخضر، المدرب القدير جمال بلماضي. بلا شك سنشاهد منتخب وطني مختلف وبروح جديدة وبفكر جديد وبإصرار متجدد. تتوافد مازالت آخر مباراة أدارها المنتخب الجزائري كانت في سبتمبر الماضي. هذه فرصة، فرصة هفوة دفاعية، شوف تمريرة خاطئة وكويري في المكان المناسب، فرصة تانية للمنتخب الجزائري هنا في اللمسة الأولى، والقائم هو من رد كرة. تدخل في سكارة في المرة الأولى، رايان نايت نوري، إبراهيمي إلى رايان، رايان يتقدم إلى الجهة اليسرى يبحث عن مرور، يجد إبراهيمي، إبراهيمي ينقل كرة إلى كويري، أمين مباشرة العطال، البحث عن تصويب، تصويب ممتازة جدا، ممتازة هذه اللقطة، ممتازة هذه الفرصة، ممتازة هذه التصويبة. وفي سكارة يتألق ويبعد الكرة إلى ركنية، ممتاز المحاولات، محاولة التسديد من العطال رائعة جدا، مركزة كانت موجهة إلى المرمى، إلى 20,000 متفرج يحضر. منتخب البوليفي يكتفي بالدفاع، يكتفي بالهجمات المرتدة، حذاري هذه الكرة على الجهة اليمنى، غابريال فيراميل، كرة بوليفية، حذاري التصويب، حذاري من الكرة المرتدة، حذاري من الأخطاء. كرة في وسط الميدان لراميرو فاكا ثم لديغو ميدينا ولي الدفاع، حذاري 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 حذاري، الخروج الخاطئ والغير موفق من الحارس. وياسين يغير الاتجاه تارة من الجهة اليسرى وأخرى على الجهة اليمنى، يقوم بالتمريرات، بغداد بنجاح، ممتاز هذه الكرة، ممتاز البناء، عرضية داخل منطقة الجزاء بحثاً عن كويري، هناك المطالبة بركلة جزاء، المطالبة بلمسة يد أكين، هذه الإعادة، هذه الكرة التي جاءت في القائمة الثانية، هناك كانت المطالبة، أعتقد أن الكرة لم تلمس تماماً يعني بشكل للمنتخب الجزائري. هذا مر 33 دقيقة، لعبت الركنية بين ريان وبين فارس، بينما بحثا عن من تسديدة من نبي نبي نبي، السلام على فرصة، السلام على تصويبة من نبي بن طالب، جاءت بالقدم اليسرى، فرصة للمنتخب الجزائري، فرصة جديدة هنا، لمسة من إبراهيمي ومن دون أن يراقب، لم تمر بعيدا عن مرمى فيسكارا، لو كانت في الشباك لكان هدفا جميلا من نبيل بن طالب لمصلحة. شوف المراوغة، شوف الإعادة، هنا كانت المطالبة بركلة جزاء، أعتقد كان فيها احتكاك في المقابل، أيضا الحكم كان قريب، أعتقد أنه ياسين إبراهيمي، ممتاز المرور، المراوغة هذه خطيرة خطيرة، والدفاع يتدخل، أكين لويس، دفاع مستميت لحد اللحظة، عطال يوسف أو فارس شعيبي، عطال عطال، هذه فرصة خطيرة خطيرة خطيرة، فرصة هدف ضاعت، لعبنا مع الأرجنتين أيضا في 2007 في برشلونة وخسرنا 4-3، بينما هذه فرصة خطيرة للمنتخب الجزائري، فرصة خطيرة، تمهيد ياسين ياسين ياسين، قبل نهاية الشوط الأول. ممتاز ياسين، يتجاوز اثنين الثاني داخل منطقة الجزاء، أمين، الهدف الأول للمنتخب الوطني الجزائري، أمين أمين كويري، إذن أول أهداف مع المنتخب الجزائري، والتصفيقات تأتي من بيت كويتش، وفرحة جماهيرية هنا على مدرجات ملعب نيلسون مانديلا، قلت أن بيت كويتش يبحث عن هدف أول قبل الذهاب إلى الاستراحة، قلت بأن إبراهيمي يبحث عن هدف أول قبل نهاية الشوط الأول، أمين كويري يفعل، يسوب
ويحول كرة ويحول تصويبة إلى مرمى في السكاي. يا السلام على العمل ممتاز من ياسين، راوغ في المرة الأولى الأول والثاني ومرر اليمين في مكان مناسب. يا السلام الهدف الجميل من أو الكرة كانت مرتدة، وهدف رائع وهدف أول مستحق للمنتخب الجميل المنتخب الوطني. ولكن كل العمل العمل الجميل كل العمل قام به ياسين وأمين يفتتح عداده مع المنتخب الجزائري. أول أهداف أمين قويري مع المنتخب الجزائري بهذا الشكل، جاء الهدف مرر وهيئ كرة وتصفيقة فلاديمير بيتكويتش على ملعب دالاس كوبويز. نهاية الشوط الأول، الشوط الأول إذا مشاهدينا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد، نرحب بكم مباشرة. خروج اللاعب رقم 8 عفوا ودخول اللاعب رقم 18. اذا تغيير في كل منتخب ياسين بنزية من جانب المنتخب الجزائري. حضاري هدف مباركة، هدف مباركة لمصلحة المنتخب البوليفي، وهفوة دفاعية من عيسى ماندي، هفوة دفاعية تكلف المنتخب الوطني الجزائري. هدف في الدقيقة 47، عيسى ماندي بالتأكيد يتحسر على هذا الخطأ وعلى هذه الخطأ الدفاعي طبعا وعلى هذه الهفوة التي كلفت منتخبنا هدف التعادل. كنت أتحدث عن ياسين بنزية، فجاءت الفرصة وجاءت الهفوة والهدف الأول بهذا الشكل بهذه الطريقة عبر اللاعب كارميلو الكارناز بالقدم اليسرى، لم يستطع الحارس أندري أنطونيو ماندريا صدها بهذا الشكل. الهدف رائع جدا بالقدم اليسرى، شوف بالرأس من جوزينو ثم ماندي، ومن تقريبا من خط منطقة الجزاء استغل خروج أدربي. مباراة الخامسة لياسين بنزية، آخر مباراة لعبها ياسين كانت في 2018 ضد الطوغو، بينما هنا عمورة أو الدخول داخل منطقة الجزاء الرأسية. أنا أشاهد أيضا تغيير واحد، دخول اللاعب رقم 18 كارلوس زاغو يترقب في القائمة البعيد. كرة حداري خطيرة خطيرة خطيرة، والدفاع ضاعت مجددا. كرة كثيرة تضيع في الدقائق الماضية من الجهة اليسرى. أين يتواجد ياسين إبراهيمي؟ يراوغ ياسين، يتقدم ياسين، يبحث عن العمق، الآن يوصل الكرة لريان، ريان يراوغ، ريان داخل منطقة الجزاء، البحث عن عمورة، عمورة الآن هذه فرصة، ممكن الهدف، ممكن ممكن الهدف. كرة ريان، تصويبة ريان تتحول إلى ركلة مرمى. ممتاز هذه الكرة، دائما ياسين إبراهيمي يبحث عن الكرات اللي تكون داخل منطقة الجزاء. شوف عمورة كلما اقترب كلما كانت الخطورة. هنا فقد التوازن أعتقد من ساغريدو، كرة جزائرية لريان، كرة يبحث ريان عن تصويبة بالقدم اليمنى خطيرة. رائعة من ريان، رائعة مثل هذه التصويبات. إنذار آخر لحارس بوليفيا فاسكارا أو فيسكارا بن طالب، العودة إلى الخلف. إبراهيمي دائما الحل لعمورة، عمورة عمورة، أعتقد ركلة جزاء، وأعتقد أن الكرة لمست المدافع ديغو مدينة، لكن الحكم الموريتاني يصر على أن الكرة لم تلمس المدافع. سنشاهد بالتأكيد. لاعبي المنتخب الجزائري يطالبون بالتأكيد. وسيلة أعتقد هناك تغييرين من جانب منتخب بوليفيا، أليس كذلك؟ وسيلة عبد العزيز، خروج لاعب بعد أن نتابع هذه المخالفة لمصلحة المنتخب البوليفي. حضار الهدف الثاني، الهدف الثاني لمنتخب بوليفيا. قالت حضاري من الأخطاء الدفاعية، حضاري من الهفوات، خطأ في الرقابة. المنتخب الجزائري يتلقى في هذه الأثناء الهدف الثاني، هدفان يتلقاهما الخضر
واحد مع بداية الشوط الثاني والثالث في هذه اللحظات في الدقيقة 70. هذه عادة شوف لوحده اللاعب الذي دخل منذ لحظات، لاعب رقم 21 من جانب المنتخب البوليفي خوزي ساغريدو بهذا الشكل لوحده أمام مجموعة من مدافعي المنتخب الوطني الجزائري. الكرة الأولى كانت من رودريغو والثانية كانت من المدافع ساغريدو لوحده. ساغريدو 2-1 بعدما قلب منتخب بوليفيا تأخره بهدف إلى فوز لحد الآن بهدفين. مرور من عطال، عطال ماذا هناك؟ فرصة للمنتخب الجزائري، ماذا هناك؟ المطالبة المنتخب الجزائري عدل النتيجة. كنت أعتقد أنها كرة ميتة ولكن استرجعت من المنتخب الجزائري من منصف بقرار ومررها لياسين بنزي البديل، يعدل النتيجة لمصلحة المنتخب الجزائري. لحسن حظنا الخضر عدلوا النتيجة في هذا التوقيت بهذا الشكل. شوف منصف بقرار أم محمد الأمين عمورة، طبعا محمد الأمين عمورة. الكرة الأولى جاءت من أو منصف بقرار، طبعا هو من كان وراء الكرة الماضية بتمريرة حاسمة لياسين بنزية أمام شباك فارغة. لوحده ياسين، لوحده ياسين بلمسة ياسين وقبلها بلمسة منصف بقرار وبتمريرة وبأسيست يعدل النتيجة المنتخب الوطني الجزائري. الثاني أهداف ياسين بنزية لاعبو كارباخ بالتأكيد إلى عمورة. عمورة دائما يبحث عن مرور أمام ديغو ميدينا، ينطلق عمورة بالسرعة، ينطلق عمورة العرضية، أرضية ممتازة خطيرة جدا ومنصف بقرار بالقدم اليسرى كادتا تزور شباك منتخب بوليفيا للمرة الثالثة. فيسكارا يتدخل هذه المرة، فيسكارا يبعد وينقي. فرناندو كارلوس فرنانديز ظهير الأيسر، كرة مرتدة عادت للمنتخب الجزائري. أنس حاج عيسى أو حاج موسى، حاج موسى الانطلاقة وهجمة مرتدة، صعود لاعب المنتخب الجزائري. هذه فرصة خطيرة للمنتخب الجزائري، فرصة 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 فرصة. أوه المطالبة بركلة جزاء، لكن ركلة مرمى يقول الحكم عبد العزيز بوه أليست ركلة جزاء. منصف بقرار كان يبحث عن الخطأ وعن ركلة الجزاء ولكن في النهاية شوف مررها في العمق باتجاه منصف بقرار اعتقد كان فيها. والمدرب أنطونيو كارلوس يعني يبحث ايضا، لم يكن هناك اي شيء. نعم في الصورة توضح بانه الحارس فيسكارا لم يتدخل اطلاقا. سلسلة الفيفا، سلسلة الفيفا 2024 قبلها المباراة الثالثة بين أندورا وبوليفيا على ملعب 19 ماي ونحن ننتظر هنا هدفا ثالثا. المخالفة تأتي، هذه فرصة فرصة. كفر ماندي عن خطأه، كفر عيسى ماندي عن الهفوة الدفاعية التي كلفتنا هدف التعادل ويسجل الهدف الثالث، هدف الفوز، هدف الانتصار. يا له من هدف ويا له من سيناريو بقدم عيسى ماندي بهذا الشكل جاء الهدف. في المرة الأولى بالرأس وفي المرة الثانية بالقدم من دون أخطاء عيسى ماندي، إذن يسجل الهدف الخامس له مع المنتخب الجزائري في المباراة رقم 94. عيسى ماندي يكفر عن خطئه، يكفر طبعا عن الهفوة التي ارتكبها وكلفتنا هدف التعادل، يعود ويمنحنا الانتصار. هكذا هي الروح، هكذا هو الانتصار، هكذا هي طبعا الجرينتا عند ماندي. عيسى ماندي على طريقة اللاعبين الكبار وفرحة وتجاوب طبعا أنيس حاج موسى. نهاية المباراة، نهاية المباراة، نهاية مثيرة دراماتي. لبس عليك صفا عبد العزيز، عفوا طبعا. الحمد لله نهاية دراماتيكية، تعبتنا هذه المباراة خاصة مع نهايتها. وشفت يعني الريتم تاع المباراة ما حبش يعني من البداية منذ انطلاق المباراة إلى آخر يعني وين صفر الحارس الموريتاني.